اخترتي للكتاب المنتقى وعقولنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقضت أيام وليالي رمضان سراعا، وتتابعت تلك الليالي العذبة، بدأت تتسارع، بدأت تؤذن بالانقضاء والرحيل. قمنا فيها بالصيام، قمنا فيها بالقيام، ذكرنا الله، استغفرنا، طلبنا منه الدعاء، طلبنا منه في الدعاء المغفرة والرحمة والتوبة. ولكن أعز ما يمكن أن نطلبه هو القبول، أن يتقبل منا العمل، أن يتقبل منا ما قمنا به في شهر كريم، في شهر عظيم. حديثنا اليوم عن كنز القبول، هذا الكنز الذي مهما قام الإنسان بعمل، مهما قام بطاعة، مهما قام بالخير، لا يمكن أن يكون له أثر حقيقي إلا حين يتقبل الله عز وجل من الإنسان العمل الذي قام به. فلا قيمة للعمل إن لم يكن متقبلا، لا قيمة للصيام إن لم يكن مقبولا عند الله، لا قيمة للوقوف بين يديه، لا قيمة للوقوف ساعات طويلة بين يديه دون أن يتقبل الله عز وجل تلك الصلاة، لا قيمة لحج ولا قيمة لعمرة ولا قيمة لعمل مهما كان إلا في قبول هذا العمل من عند الله عز وجل. لذا كان طلب القبول هو الغاية العظيمة التي لأجلها يعمل العاملون ويتنافس المتنافسون، القبول. قبول العمل هو كان السبب وراء أول دم سفك على هذه الأرض، كما جاء في قصة أولاد آدم، حين تقبل الله عز وجل من واحد منهم ولم يتقبل من الآخر، قال إنما يتقبل الله من المتقين. التقوى، الإخلاص، حضور القلب، تقديم العمل خالصا لوجه الله، نية صادقة، نية سليمة تجعل من العمل مهما كان صغيرا يفوق في وزنه وثقله في الميزان الأعمال الكبيرة. هذا العمل هو الذي نطمح إليه، هذا العمل هو الذي تحدثت عنه سورة البقرة. أيضا في سورة البقرة ذكرت عن إبراهيم عليه السلام، إبراهيم الذي قام بعمل جليل، عمل كبير جدا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا. إذن هو القبول، ليس القضية في قضية العمل، وليس في عظم الجهد الذي يبذله الإنسان، القضية في القبول. هذا القبول هو الذي ينبغي أن نهتم به في أواخر رمضان بالذات، قبل أن تنقضي أيام الشهر وليالي، ينبغي أن يتوجه كل واحد فينا بالإلحاح بالدعاء والمسألة إلى الله عز وجل، أن يتقبل منا، أن يعفو عن زلاتنا، أن يعفو عن هفواتنا، أن يتقبل منا ما قمنا به مهما كان صغيرا. فوالله مهما عبدنا الله عز وجل لا يمكن أن نوفيه ولا حتى بجزء من نعمه العظيمة علينا. لذا كان طلب القبول هو من أعظم الأعمال. في نفس الوقت، شعور الإنسان بأن هذا العمل قد يقبل وقد لا يقبل يجعله في نوع من الحالة، حالة الاستصغار والتقليل لشأن العمل الذي يقوم به، أمر يورثه الخضوع، يورثه التواضع، يورثه الاستزادة من العمل. كلما قام بعمل خشي أن لا يتقبل، استصغر العمل الذي قام به، عندها فقط يستطيع الإنسان أن يجتث من سويداء القلب
داء العجب أو الغرور بأنه قد قام بعمل ما. هو لا يدري إن كان قد تقبل هذا العمل أم لم يتقبل. هذا الإحساس يجعل المؤمن في يقظة دائمة. لذا كان الكثير من الصالحين حين تأتي الساعة الحق، ساعة الاحتضار وتقترب النهاية، كانوا يبكون، وحين يسألون عن ذلك يقولون: لا ندري أتقبل منا أم لم يتقبل، إنما يتقبل الله من المتقين. هذا النوع من الإحساس والشعور يدفع بالإنسان إلى الكثرة الاستغفار. والعظيم أن في سورة البقرة وفي العديد من السور يأتي الأمر بالاستغفار وطلب المغفرة والقبول بعد أعمال جليلة يقوم بها الإنسان. ففي سورة البقرة على سبيل المثال، الله عز وجل يحدث المؤمنين عن الحج، تلك الشعيرة العظيمة التي يبذل فيها الإنسان قصارى جهده للبلوغ إلى مرتبة الرضا من الله عز وجل. تلك الشعيرة التي يقول عنها الله عز وجل أن الإنسان فيها يخرج كما جاء في الحديث من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومع ذلك يأتي الأمر بالاستغفار بعد الحديث عن الحج في سورة البقرة. يقول الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أمر بالاستغفار، أمر بالرجوع إلى الله. لماذا؟ لأن العبادة بما فيها الصيام الذي نحن بصدده هذه الأيام، مهما حاولنا أن نخلصها من الشوائب والتقصير فهي قليلة لا تستحق أن تقدم بين يدي الله عز وجل. هذا الشعور بقلة العبادة، هذا الشعور بضآلة العمل الذي أقدمه بين يدي الله عز وجل، هو أعظم شيء يمكن أن أقدمه ليرفع هذا العمل إلى درجات ودرجات. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو نبي الأمة الذي كان يقوم الليل عبادة لله عز وجل حتى تتورم قدماه، النبي الكريم الذي أدى الرسالة ونصح الأمة، النبي الكريم الذي واجه في سبيل دعوته وتبليغها أعظم المشاق وأكبر المحن، هذا النبي يخاطبه الله عز وجل فيقول: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فماذا تفعل؟ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. استغفار، كثرة الدعاء: إني يا رب أنا ما عبدتك حق عبادتك، يا رب كل العبادة التي أقدمها بين يديك عبادة ضئيلة لا تأتي ولا حتى بشيء أمام رحمتك، أمام النعم العظيمة التي أنعمت بها علي. حتى العبادة هي من قبيل رحمتك، هي من قبيل إنعامك وإحسانك. تأخذنا الدنيا بعيدا قبل رمضان وبعد رمضان مسافات وأميال طويلة بعيدة عن القرآن، عن طريق الحق، ولكن الله عز وجل يطلبنا ويدعونا إلى الالتحاق بهذا الركب في شهر كريم شرع الصيام فيه. لماذا؟ ليتجدد المؤمن في علاقته مع الله عز وجل، في عمله، في الأعمال التي يقوم بها، في كل شيء يأتي به. الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة العظيمة يعطينا كذلك هبة ومنحة جديدة. ما هي؟ الدعاء العظيم، دعاء سورة البقرة التي يختم بها كل التشريعات الهائلة التي جاءت في السورة. سورة البقرة كما رأينا سورة عظيمة جاء فيها العديد من التشريعات أنا كبشر قد أعجز عن القيام بها. الله عز وجل فرض علي حسن التعامل مع نفسي، مع مجتمعي، مع أسرتي، مع الزوج، مع الأبناء. فرض علي العديد من التشريعات في الإحسان إلى الجار، في الإحسان إلى الأقارب، في صلة الرحم
إحسان إلى أبناء المجتمع. يا ترى هل سأستطيع وأتمكن أن أقوم بكل تلك الأعباء؟ تأتي الآية من سورة البقرة في خاتمتها لتأتيني بدعاء، لتمنحني دعاء عظيما. هذا الدعاء العظيم يخفف عني هذا الشعور باليأس. الله عز وجل صحيح يريد أن يجعل شغل المؤمن الشاغل هو قبول العمل، ولكن القرآن يعلمني التوازن، التوازن في كل شيء، التوازن بين الخوف وبين الرجاء، التوازن بين الخشية من عدم قبول عملي وبين الإيمان برحمة الله عز وجل. لذلك في نفس الآية يقول الله عز وجل: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طبعا المؤمن يصل إلى حالة من التوتر حين يشعر أن حتى الخاطرة التي تمر في ذهنه هو محاسب عليها، حتى الهمسة، حتى الإشارة، كل شيء محاسب عليه. وحين تبلغ حالة التأهب والرعب والخوف والتوجس مداها، تأتي الآية الكريمة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ويأتي معها دعاء جميل، دعاء عظيم، دعاء هو بالحق منحة لهذه الأمة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقع منا النسيان، يقع منا الخطأ، يقع منا التجاوز، يقع منا التقصير في حقك. ونحن يا رب عبيدك، مهما عبدناك لن نوفيك حق العبادة، لن نشكرك حق الشكر. اغفر لنا وارحمنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، أن يتقبل صيامنا، أن يتقبل قيامنا، أن يتقبل منا القليل ويكافئنا عليه بالكثير، فهو الكريم ذو الرحمة الواسعة. إلى أن نلقاكم غدا بإذن الله مع كنز جديد من كنوز القرآن، نستودعكم الله، والسلام عليكم. لما أراد الله للأكوان سبقا للعلا أسجالها القرآن دستورا يسوق لها الهدى، ومحمد أداه نورا تستضيء به الربا، فقلوبنا تحيا بترتيل الكتاب المنتقى، وعقولنا بتدبر القرآن ترقى للثرى، فتدبر